سؤال اليوم: كيف تصبح ملياردير خلال شهر واحد؟ مرحبا، هذا تلفزيون وصورة من كل أخبار المعمورة، إعلان وشدت أمتنا وما خلى قصة مسطورة. أنا في المخدرات يا لطيف، أول مرة ما لقيش بنك فلسطين. بنك فلسطين والله حبايب العشق. واليوم نزلت الميدان من جديد اسال الشعب الغزاوي من جديد. سؤال اليوم: كيف تصبح ملياردير بشهر؟ يا ترى كيف راح تكون ردود فعل الناس لما اقول لهم كيف تصبحون ملياردير بشهر واحد فقط؟ اللي راح يقول لي انا راح اسرق البنك 33 مره، اللي راح يقول لي انا هتجوز وحسر، يعني ناس كثير راح تفرفش وراح نفرفش مع بعض. ويلا نشوف الحلقه مع بعض، واذا عجبتك الحلقه ما تنساش تحط لايك شير سبسكرايب، وانا متحمس للحلقه كثير، والتواصل معي كل شيء على الانستغرام. يلا يا عشق، مرحبا. كيف حالك؟ حمد صوت كثير. ليش طيب؟ عشان شفت واحد بشوفه. طيب سؤال اليوم: كيف تصبحي ملياردير بشهر؟ يعني كيف تصبحي غنية بشهر واحد؟ بسرق 3 بنوك وبتجوز 3 ملياردير. وايش بتعملي فيهم؟ بسرقهم بروح. يعني بتطلقي؟ طب ليش اخترت 3 بنوك؟ عشان اكيد في البنك الواحد هيكون فيه اكثر من مليار شيكل. يعني بتصبحي غنية. طب ايش اول شيء راح تشتري؟ مش عارف، يعني اشياء كثير. يعني اكثر شيء بتحبي ونفسك تشتري ايش هو؟ مش عارف. سياره، طياره، فز، سياره، كاميرا، جوال، كل شيء. كاميرا، كل شيء. طب ببيعك كاميرا. يلا روحي سرق لي البنك وتعالي. يلا بسرعه روحي. يلا يا ذكر الله يعافيك حبيب الله. العيال كله لوز. في حدا شوميني؟ يعني شو؟ عادي فكرت ميكيلانج. طيب سؤال اليوم: كيف تصبح ملياردير خلال شهر واحد فقط؟ شهر واحد بس. شهر واحد بس. اقول لك ايش؟ اقول لك ايش؟ عادي بسر كل بنوك غزة. خليش ولا بنك. عدد لي البنوك. بنك الرئيس والمعتمد فلسطين، ثاني الانتاج، ايوه بنك الجود، ايوه بنك لا عمان فاضي، عمان فاضي، بنك القاهرة عمان برضه فاضي. فاضي. طب مين ملان؟ بس فلسطين. والله هو أيوة. فلسطين. اول ما تسرقهم ايش خلاص يا عمي، اول ما تسرقهم ايش راح اول ما تسرقهم ايش حابب تعمل؟ اول شيء حابب اول شيء بشغلهم. انت بتقول بدي اصير مليونير. ما باخذ مصاري وبشغلهم. طيب اصير مليونير اول شيء بتحقق نفسك فيه زي ايش؟ انت عندك حلم بيجيش الا بالمصاري، ايش راح تعمل اول شيء؟ تقول لي سياره. طياره. ده ما قلت لك اشغل. يعني انت بدك تصير ملياردير بدك تشغل، تعالوا اشتغلوا معايا. صح. طب دبك على الخفيف ودبك دبك بحنيه. على فكره انا بدك. طب تعال ندبك مع بعض. ايه واحد. مش قدام الناس يا زلمه، قدام الناس وش فيها؟ يلا دبيك والله غرتدبك. يلا واحد اثنين ثلاثة. دبك بحني شغلها واطلع فيها وارفع الكاميرا ارفع. يعطيك العافية. الله يلا مرحبا. هلا كل صاحب حبيبي. شخصك تمام؟ من وين جي؟ انا كيف ركبت السيارة؟ والله ما انا عارف. طب والله السيارة حلوة يا جماعة. اي حد لحاجة جلسات السيارات تواصل معه خاص. ايش رقم جوالك؟ صفر. طيب تعال نخش في السؤال. سؤال اليوم: كيف تصبح ملياردير خلال شهر واحد فقط؟ كيف دخيل ربك اجناني. انا بقول لك كيف. في عندك طريقه؟ قول لي. قول لي دخيل بالحرام بالحلال. انا قبلان باي حاجه بس كيف قاعد بسالك انت كيف بدك تصير؟ والله ما بعرف. فكر فكر. والله ما بعرف. والله اني قاعد معك من هلا بكره، يا ريت اضل اسال الناس السيارات يا عشي. يزن هذا كرشته كبيره. طب رسمي كيف تصبح ملياردير؟ والله ما بعرف يا احمد، يعني الواحد ايش لازم يشتغل عشان يصبح ملياردير؟ شهر مثلا بهف في البنك. عندك قول لي بهف في. طب ايش رايك انا وانت نرسم خطه للبنك؟ والله انا بقول هيك، والله يا جماعه هيك يوم حروح على بنك فلسطين. وين سلامات؟ سلامات. بقول لك كيف تصبح ملياردير خلال شهر؟ كيف؟ كيف؟ مش عارف على السلم مرتين. من وين؟ والله شعب شعب بالمره بياكل كفته. ايوه كيف بدك تصبح؟ مش عارف يا احمد. احكي لي اللي قال لك ايش. قال اطلع على السلم مرتين. والله سألني طلع على الباقي. يعطيك العافيه. فيش انت من كم مالكش طريقه؟ في لك طريقه ولا لا؟ والله ما في طريقه. ايش طريقه عنده الا اذا صرت حرامي؟
طب ايش بدك تسرق؟ يعني بنك مثلا، مول، قلتلكوا حاجه حلوه، قلتلكوا شعب فلسطين بس بيستنى ببنك فلسطين. ايوه. يعطيك العافيه. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. كل شوف كل شيء. شو ناقص عليك؟ والله ايش الستر من الله. انت ليش؟ ايه وانت وين؟ انا شو موجود. سؤال اليوم، كيف تصبح ملياردير خلال شهر واحد؟ يعني اول الشهر ولا مثلا شهر واحد او اثنين او ثلاثة؟ بس هذا زكي فكرنا انه في خدعة، بس لا، كيف تصبح ملياردير بشهر واحد؟ والله لو اني بعرف كان عملت هيك من زمان. بس يا اخو بتعرف، حاول تعرف تكون مليونير ولا ملياردير. ملياردير كنت ملياردير في شهر واحد بتصير مليونير، بتخسر كل ثروتك بتنزل لمليونير. هات لي طريقة. أما اتجوز وهات لك واحدة بتصرف كتير. هذا هي؟ والله طريقة. ملياردير بتصير مليونير. وين جبت؟ من النت. النت؟ من الشيخ كور. دار مين؟ ايش بدك من دار مين؟ شايفك قبل ايه؟ بالله؟ في مكتب صحافة. وانا بكون وين شايفك؟ طلعت شايفك. يا الله الزمان. يا باي الغربة مصعبها. قديش عمرك؟ احزر. ايش بدك في احزر؟ 22. عن كذب 19. 19. يا باي الغربة ما صعبها، بقرب لك ابو الفرجين. ابن عم ابوي. متغير البلد لما انا ما جا اسبوعين لقى البلد متغير. يعطيك العافية حبيبي. مرحبا. تعالوا مرحبا. كيف حالك؟ مبسوطين؟ كثير؟ 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 ليش طيب؟ عشان ايش؟ قبلنا يا عمري. طب سؤال اليوم يا حبايبي يا اطفالي، كيف تصبحوا معكم شهر مصاري شهر تسرقوني؟ كيف تسرقوني؟ الجوال. ونسرق الشنطه. طب ليش انا؟ قالوا لك عني اغنى واحد في العالم. ليش طيب؟ كيف عرفت ان انا غني؟ من التيك توك. من التيك توك؟ وانت؟ من اليوتيوب. من اليوتيوب. هذول ماخذين مقلب فينا انه احنا معانا مصاري، مش دارين لو بدو يرفعوني على لانش بلاقوش معي الا نصين، واحد لسيدي وواحد لمرت عمي عشان بدش لهم فاصوليا، مش عارف، صح؟ ليش بتحكي بدي اسرقك وانا بقول شباب تعالوا يا اطفالي، تعالوا ورا، تعالوا. ايش بدهم يسرقونا؟ اشمول عليهم، يلا فوضى على الخفيف، ارقصوا ارقصوا، تعالوا يا شباب. ايوه حط عليه فدعون، سلم، ايوه فوعوا ارقصوا، ايوه حريقه ان شاء الله. والله الشعب الفلسطيني الهبل، بنك فلسطين نسرقوا. والله البنك الفلسطيني. فليخبرني احدنا عنكم بالله، اجبني ما هذا؟ هذا من هذا؟ هذا تلفزيون وصوره بنقل اخبار المعموره، اعلان وشتت امتنا وما خلى قصه مسطوره. والله اصبح مغني. كيف حالك؟ تضحك ولا معك الدنيا زقطتك. طب سؤالي اليوم، كيف تصبحون ملياردير بشهر واحد فقط؟ كيف نصبح ملياردير بشهر واحد؟ خلينا نفكر شوي. بعد التعب على الفاضي. هنا تعب في شيء. هذي اللي خطة، انا راح ادلك على الخطة مضمونة بي بالمية. اللي ما هذا ما هي؟ شوف لك عروس امريكية تجوزها بتاخد جنسية، وساعتها وبكل سهولة تصبح ملياردير العربية. حلوة صح؟ صحيح. كيف الخطة؟ نار. وانت؟ والله فقدان. انت ما بيش من جاع بعض. كيف؟ شوف لك خطة. انا بقول اروح على الامريكا واتجوز احد من غادي واخد الجنسية. زي ما قلت لك، شوف لك عروس امريكية تجوزها بتاخد جنسية وساعتها بكل سهولة تصبح ملك العربية. برضو حلو. طب ماشي، يعني انت هيك انت بدي منك، انا لازم اشوف بعد التعب. نرجع لموضوعنا. بعد التعب الهلك. الهلك. وبعد الهلك والله بتجيب. بصير عمرك 70 سنة، ايش بتحوش منهم؟ ما في تحويشة، طيران يا اخي. يعطيكم العافية يا شباب. ما هذا؟ هذا الدولة العربية. ما هذا الطائر بالجو، ضخم ومخيف ومروي، يمشي بذكاء وتروي، اخبرني من ربك ما هذا؟ والله ما انا عارف. طب سؤال اليوم، كيف تصبح ملياردير بشهر واحد؟ صعب يا عم، غير السؤالات قلت لك. طب ايش بدك؟ اسالني سؤال. انت كيف تصبح ملياردير؟ انا راح ادلك على هالخطة مضمونة 100%، شوف لك عروس امريكية تجوزها بتاخد جنسية، وساعتها وبكل سهولة بتلف الدول العربية. ما هذا؟ واحد يطبل لك ما هذا؟ طب انا ما هيك بدي اعمل.
لا مزبوط. شلون لك تعرفون عليها؟ انا هيك بحصل بشوف العروسه امريكيه بتجوزها باخذ جنسيه وساعتها بكل سهوله بلف الدول العربيه. ليه واقف قدامه؟ انا هاني بدي اشوف قاعد بالشاطئ ترد علي ببعث لها على الواتس. من وين جبت رقمها؟ مش عارف لقيته بتقول لي انا من الامريكيه. اعطيني انا لاقي امريكيه. ايش اخو؟ انا بظبط الوضع كله رسمي. انا والله بظبط. خلاص يا اخو بتكلمنا على الصبور. لا على الصبور ماليش عليها. ليه؟ عندي تليجرام. تليجرام؟ شو مش بقعد ضايع. هلو. ايه؟ شو هذا؟ تفضل. تفضل. من وين جاي انت يا زلمه؟ مالك تتهبل صاير قدام الناس؟ ما الناس بتتفرج علينا. خلص. هذا تلفزيون وصورة. تلفزيون؟ بنقول أخبار المعمورة لف عليهم. إعلان وشتت أمتنا وما خلى قصة مسطورة. رجع الكاميرا. ما هذا؟ أحمد أشرف. يلا خش السؤال. سؤال اليوم، كيف هتصبح ملياردير في شهر واحد؟ خلال شهر واحد فقط. أخبرني ما لديك أيها الشاب. إذا في شهر واحد صعب، شهر اثنين ممكن. شهر اثنين ممكن. ما بيجي بيجي بيجي. إيش؟ أنت مش لك كلام تحكي. لا لك. ما. طب كمل. إيش؟ شهر واحد. يعني طول ما أنت بغزة ولا بشهر واحد. لا. طول ما أنت بغزة، طول ما أنا راس العزة. صح ولا لا؟ 100% كلامك، بس يعني إذا إحنا في الرمال الأمور ما شاء الله عليها. كيف يعني ما شاء الله؟ إيه. يعني. أمور طيب الحمد لله رب العالمين والأمور ميسرة. إحنا جينا هنا ب 15 شيكل قاعدين معك 15 شيكل. ما بيش 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 كم إيش 3 شيكل والله من سنة مصايا. يلا اسمع تنزلوش. باي 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 باي. هلو هلو هلو. باقي طلع كيف حالك؟ والله حالك. ها انا شهرته الزلمه برضو. سلامتك هذا زلمتي. كلنا شوف صلى على النبي. اللهم صل. انا دونا عن المشاهير اللي في غزه، انت يعني انضفهم واحلاهم وافهمهم وافكارك حلوه يا اخو. كلهم برضو وانا معك حبيبي والله. الدين اللي الموضوع. وليش هم خليتهم هيك؟ مين هم بتحكي عنهم؟ لا كلهم انضاف. كلهم انضاف. كلنا منا بس في نضيف وفي انضف. صح. طيب سؤال اليوم، كيف تصبح ملياردير خلال شهر واحد؟ بشرب المخدرات. ايه بس انا في المخدرات. يا لطيف. اول مره ما لاقيش بنك فلسطين. بنك فلسطين اديني تحيه للشاب بده يسب. لا انا مش الشاب يابو، انت بتقول لي كيف بدك تصير انت مليونير في البلد هاي في الحرام. رسمي بس رسمي. انت وتسالش عن اول مليون. اول مليون تسالش عنه. وين ديروه؟ تسالش عنه. من وين جاي تسالش عنه؟ عرفت بالضبط. بعد عد ملايين. عد ملايين من الحلال. الحلال يا لطيف. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. وكبروا يا مسلمين. انت عارف مع مين بتحكي؟ مين انت؟ مين مين انت؟ مين انت؟ مين ايش اسمك انت؟ احمد اشرف. احمد اشرف على راسي من فوق. معك الحكم دار شخصيا بلال الصبور. حبيبي يا اخوي يعطيك العافيه. وهيك عايش بكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه، وان شاء الله تكونوا تمتعتوا بحلقتنا اليوم. الحلقه كانت جباره وكلها سرقات بنك فلسطين. مش قلت لكم شعب غزه لما بده يصبح ملياردير بروح بلف على بنك فلسطين؟ هو البنك المعتمد هو بنك فلسطين. شوف لنا حل توزع على الشعب الفلسطيني مصاري السيارات. بده يسرقوا بنك فلسطين، العالم بده يسرقوا بنك فلسطين. الاطفال ايش بده يسرقوا؟ بنك فلسطين ولا لا؟ بقول لكم بده يسرقوا بنك فلسطين. انا عارف ايش بقول لكم. ايدك تسرق بنك فلسطين. ايدك تسرق.